خبرنا التالي فبيكون من وزارة الداخلية الكويتية اللي أعلنت عن بدء ترخيص المقطورة وشبه المقطورة وإصدار اللوحات المعدنية اعتبارا من اليوم. لمزيد من التفاصيل نشوف معاكم هذا الفيديو. بدأت الإدارة العامة للمرور بتطبيق المادة 35 اللائحة التنفيذية لقانون المرور. يجب أن يكون المقطورة وشبه المقطورة لوحة معدنية مستقلة وإجازة تيسير لها وترخص سنويا. أما بالنسبة لخطوات ترخيص المقطورة أو شبه المقطورة، تكون الخطوة الأولى مراجعة الإدارة الفحص الفني للمحافظ العاصمة مكتب اللجنة رقم المميز لتحديد الموعد الفحص. أما بالنسبة للخطوة الثانية، إحضار إثبات الملكية المقطورة أو شبه المقطورة، وهي عقد شراء أو إقرار فراج جمركي أو حكم قضائي. والتوجه إلى الإدارة التراخيص القسم المركبات لإصدار إجازة تسيير اللوحة المعدنية للمقطورة والشبه المقطورة، اعتبار من يوم الأحد 1/12/2019.